الاعتكاف. ما هي حكم الاعتكاف؟ حكم الاعتكاف مستحب سنة فرض، سنة مستحب في واجب، سنة مستحب مسنون واجب، واجب فرض سنة مؤكدة. فتح الله عليه سنة مؤكدة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها، اعتكفوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بلد. ما الفائدة من الاعتكاف؟ خلو العبد مع ربه، إدراك بينك وقدر. ليلة خير من ألف شهر. إلا بماذا يدعو في العشر الأواخر؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فاعف عني في بدني، في مالي، في ديني، في ولدي، في زوجي، في الدنيا، في القبر، في الآخرة. الله تعالى هذا الكلام ما تجد مثل هذا الدعاء جامع مالي خير الدنيا والآخرة. صح؟ هنا تعالى تستقسم تدعو تتحرى الليالي الاثنين خاصة، تعتقد قدر المستطاع عشر قرار، ما استطعت اعتقد الذي تستطيع ليلتين ثلاث ليالي خمس ليالي. نعم. طيب الاعتكاف يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، وللأول أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يضر كل صلاة الجمعة. يبطل الاعتكاف بماذا؟ يبطل الاعتكاف باطل بماذا؟ الخروج، الخروج يكون بحكي الخروج في المسجد. الجماعة يبطل الاعتكاف بالجماعة، يبطل الاعتكاف بالخروج الكثير. لاحظوا من بعد الفجر تقاطع كيف ارجع عن الظهر، هذا معتمد. لكن يخرج الان يصح، يخرج بان مثلا اراد غير ليس لديه لباس واراد غير البشر، لا وجد احد ياتي باللباس. بعدين اخواننا احنا الان الكفار نريد ان ننظر في الجو من الدين حتى السنه. نعم في انسان حاضر مسلم في دور الروضي رجل من عارض وعندما رجل أعطاه الأجرة لكن زائد مفهوم؟ يعني ماذا؟ الأصل أن يدفع عشرة كرونة عشرة أعطاه عشرين هذا يعني ما نبدأ ما هو شيء السائد هذا أخذ يفكر أرجع له هذه الزيادة زيادة يسيرة عن شيء كبير ثم أخذ يفكر يعني أنا لو أسلم أسلم شيء كثير مع عشرة الوقت فأنا هنا أتفكر أرجع 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 أسلم لا أسلم كذا عندما أراد هذا ينزل من الحامل قال دعم خذ المتبقي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. إيش حدث؟ لماذا يعني أسلم؟ يعني أسلم. قال أنا أردت أن أتحقق من أمانة أهل الإسلام والحمد لله وجدتها. هذا هو رب العالمين. الله أعلم. لو كانت في قلبي أن أتردد من أسلم ولو كنت قريبا يمكن لا تستهل يا اخوانا والله في بعض المسائل يسيره كل شيء يعني هم تطلع اليه قال والله جاء واحد الى المسجد حدث الامام في مصيبه قل والله جاءت مرأة جاء هذه المرأة جاء بها عضو مسلم يقول انه مسلم لكن ينسي لا مين يعني ينسي لا مين جاء من الباب وأدخل مرة مسلم وبقى المخالف
فقال الإمام بعد أن أسلم قال من جاء بك؟ قال فلان واحد يقول أنه مسلم. قال لا لا قال ما يقول مسلم هذا من شر ولا عرف يدخل حتى لا عرف المسلم. قال جل وقال وجود صحيح هذا هو أشكال. انتبه لا يقبل الإسلام انتبه كل واحد منا لديه معاصي صلى الله عليه وعليه 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 لكن انتبه لا الإسلام انتبه لا يقبل الإسلام من قبل يعني أن تكون سبب لي أن يطلع على الناس لا لأن اليوم يعصي البعض الله هذا هو الأرض استثناء يزني تقول له هذا الكافر لماذا تزني توصل يقول الزنا حلال أعوذ بالله هذا هو الأرض وأنت لما هو لو قال الزنا حرام وأنه عاصف هذا إيه كبيرة لكن يوم في الموعظة يشرب الخمر تقول له يعني تقول له كيف تشرب الخمر وتمشي قال لا هو حلال لو يشرب الخمر وهو حرام مرتكب كبيرة لكن يوم في الحلال الخمر أنت ما هو معلم الذي نطور صحيح؟ نعم كل شيء أصدقه الإسلام ربا الإسلام تمثيليات إسلامية رقص إسلام رحمة الله إسلامية كل شيء إسلام حتى الوطن إسلامية أعباء الجهة إلى أرض هذه الشعبات نقطة إسلامية من حلال نعم عدم معنى اعتقاد يشتغل منقطع عن الدنيا ويشتغل بذكر الله والصلاة والخطوة.